بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي ومباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الأسبوع 27 من الدوري الممتاز لكرة القدم، مباراة التتويج باللقب 42 إن شاء الله. النهاردة الأهلي هيكون على موعد مع حصد لقب جديد يضاف لرصيد بطولاته بمشيئة الله، بطولة غالية ستكون إهداء لحبيبنا ونجمنا مؤمن زكريا عاشق وابن النادي الأهلي. وكعادة النادي الأهلي الرد دايما بيكون في بالبطولات، الرد دايما بيكون في الملعب. ده خلاصة اللي أنا عايز أقوله النهاردة في المقدمة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري. بنقول كده ليه؟ لأن الأهلي سابهم يملوا الدنيا زيطة وهيصة واتهامات من هنا وهناك، وما انشغلش النادي الأهلي إلا بالعمل كالعادة جوه الملعب عشان يكون رده بالأفعال مش بالأقوال، مش بتصريحات إعلامية ولا ميكروفون عمال الف بيه على فضائيات الدنيا كلها. الاهلي سابهم يتكلموا ويملوا الدنيا زيطه وصريخ وهيصه وعويل وصياح وتقطيع. ليه؟ علشان هم كانوا عايزين يشغلوا النادي الاهلي عن الملعب بحاجات خارج الملعب. دايما الاهلي كل تركيزه جوه الملعب، وده اللي احنا شايفينه، وده اللي شايفينه وقلنا عليه المره اللي فاتت في المباراه السابقه على الارقام بين النادي الاهلي وبين المنافسين. وزي ما انتم شايفين النهارده باذن الله النادي الاهلي قبل المسابقه ما تنتهي بسبع جولات ان شاء الله يحسم البطوله. سابهم النادي الاهلي يقولوا كلام كتير جدا مليان مغالطات واكاذيب، واثبت انه لا يتاثر بهذه الافتراءات، وبات على بعد ثلاث نقاط فقط من التتويج بلقب الدوري العام. بفارق قد ايه بقى؟ بفارق شاسع عن منافسيه. انا اصلا نسيت الفرق قد ايه. سابهم يفتروا على الفريق ويقول لك ان الجيل ده مبطل كوره، الجيل ده مش عارف ما عندوش حد يجيب جوال، الجيل ده ما عندوش روح. ومع ذلك لو تبص على الارقام هتلاقي الانتصارات المتتاليه عماله من مباراه لاخرى لتصيب هؤلاء بصدمه قاسيه. سابهم النادي الاهلي يفتروا ويقولوا ان فايلر هيهرب ومش مكمل ومش راجع ومش هيكمل الموسم مع الاهلي ومش عارف رايح الامارات ومش عارف رايح فين السعوديه، لكن المدرب رجع وكمل الموسم مع الفريق وقادوا الانتصارات رائعه حسمت البطوله في النهايه ان شاء الله النهارده باذن الله، واثبت ان ما يرددونه افتراءات وكذب لا وجود له على ارض الواقع. من اول الموسم واحنا كاهلاويه بنسمع كلام كتير جدا واتهامات باطله مش عارف كانوا بيجيبوها منين اصلا، وكمان حاجات غريبة وشائعات أغرب علشان يشغلوا الناس ويشغلوا اللعيبة. في البداية قالوا إن فايلر مدرب ضعيف ومش بيليق بمكانة الأهلي، وللأسف شككوا بعض الناس كمان من الأهلوية، ولكن فايلر والنادي الأهلي ردوا مبكرا وحصل على السوبر المحلي من أول مباراة من نادي الزمالك بأداء ولا أروع، وبعدين تصدر الدوري من أول مسابقة وهيحسمها إن شاء الله في ماتش النهاردة بإذن الله قبل النهاية بسبع مباريات. قال لك اصل الاهلي هجومه ضعيف وما عندوش حد بيخلص قدام الجون زي فلان وفلان. طب تعال نرجع للارقام، هنبص نلاقي ان النادي الاهلي جاب 63 هدف، يعني تقريبا مره ونص من ضعف الوصيف اللي هو نادي الزمالك اللي جايب كام جول؟ 37 هدف. عارفين ده يعني ايه؟ يعني الفرق الكبير ده معناه ان تقريبا لو بالارقام مفيش منافسه، مش مع نادي الزمالك بس ولكن مع بقيه الانديه، مع احترامنا لكل الانديه. ليه بقى؟ لان الاهلي سابهم يتكلموا كالعاده ورد عمليا، قالوا برضو ان الاهلي دفاعه ضعيف. طب نرجع تاني للدفاع الضعيف. عارفين الدفاع الضعيف اللي بيقول لك النادي الاهلي دفاعه ضعيف ده دخل فيه كام جول؟ دخل فيه 8 اهداف فقط. الزمالك الوصيف دخل مرماه 20 هدف. اتهامات باطله وشائعات كثيره وغير مقنعه، يعني احنا لو فكرنا فيها هنلاقيها دايما شائعات مغرضه. والاهلي سابهم وجه الرد بقوه في الملعب وبالبطولات. خلاصه الكلام الاهلي سابهم يتكلموا ويفتوا وكان رده قوي بالارقام والبطولات. عايز قبل ما ابدا كلامي عن مباراه النهارده اتوجه بالخالص العزاء لاسره الرياضه المصريه في وفاه الكابتن عزمي مجاهد المغفور له بإذن الله تعالى. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله. في نفس الوقت عايز أتقدم بخالص العزاء للكابتن خالد بيومي في وفاة السيدة شقيقته رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان. ماتش النهاردة مواجهة من المواجهات القوية في الدوري المصري. دايما تتميز مباريات الأهلي والاتحاد بالندية والإثارة. وعايز أقول حاجة،
ماتشات النادي الاهلي ونادي الاتحاد هي تعتبر ديربي، لان عدد الماتشات بتاعت النادي الاهلي ونادي الاتحاد تقريبا هي في تاني مركز بعد مواجهات نادي الاهلي ونادي الزمالك. نادي الاهلي ان شاء الله باذن الله لو كسب النهارده باذن الله هيرفع رصيده للنقطه 74 والتتويج بلقب الدوري العام الممتاز ال 42. اما نادي الاتحاد بيحاول طبعا يحقق نتيجه ايجابيه بحثا عن الاقتراب خطوه من الرباعي الكبار، حيث يحتل نادي الاتحاد المركز الخامس برصيد 36 نقطه. هو تحدي خارج الخطوط بين السويسري ريني فايلر والكابتن طلعت يوسف، اثنين من المدربين من الطراز الفريد حققوا نتائج رائعه. فايلر قاد الاهلي للصداره واقترب من التتويج باللقب اليوم ان شاء الله. كابتن طلعت يوسف يسير بخطى ثابته مع نادي الاتحاد السكندري، وبشهاده الجميع كابتن طلعت يوسف قدر يعمل توليفه رائعه من اللاعبين، يمكن خلت نادي الاتحاد لاول مره من فتره من اقوى الفرق في الدوري، بعيدا عن نتائج الفريق في اخر مباراتين اللي يمكن كان فيها هزه شويه، لقينا نادي الاتحاد بعد ما كان ماشي كويس يمكن عمل مباراه سيئه مع نادي مصر المقاصه وكان نادي الاتحاد اتهزم فيها، وبعدين بعد كده شفنا المباراه الاخيره كانت مع نادي مصر، وبعد ما كان نادي الاتحاد متقدم 2-0 قدر نادي مصر ب 10 لعيبه في الشوط الثاني ان هو يتعادل 2-2. اخر مواجهه جمعت بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد في الدور الاول حسمها المارد الاحمر برباعيه نظيفه في مباراه الدور الاول لهذا الموسم. يمكن اللي جاب الاهداف عشان نفتكر مع بعض احمد الشيخ، محمد مجدي قفشه، والغائب وليد ازارو وعلي معلول. علشان نعرف تفاصيل اكتر عن اجواء المباراه النهارده هنخوض جوله مع شبكه مراسلينا النهارده في قناه الاهلي. وكالعاده التغطيه من هنا بتكون مميزه جدا ومراسلينا في كل مكان وفي كل حته. هينضم لينا دلوقتي كريم احمد مراسلنا العزيز ومراسل قناه الاهلي من فندق اقامه النادي الاهلي، ومحمد توفيق مراسل قناه الاهلي من اهلي الجزيره، ومريم سميح مراسل قناه الاهلي من اهلي مدينه نصر، وهناء ابو القاسم مراسل قناه الاهلي من اهلي الشيخ زايد. في البدايه برحب بكريم احمد من فندق الاقامه، ايه الاخبار عندك يا كريم؟ مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل جمهور ومشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. الجوله 27 من بطوله الدوري العام للاتحاد السكندري والنادي الاهلي هنا في الاسكندريه على استاد برج العرب في تمام الساعه 8:30 ان شاء الله باذن الله. النهارده يكون يوم تتويج ويوم سعاده ويوم نصر على فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. النهارده الجديه والحماس والاصرار وشخصيه النادي الاهلي اللي بناكد عليها كل مره باذن الله النهارده تكون متواجده مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. الامور يمكن الحمد لله كابتن ايمن مشي بشكل رائع جدا ومميز بالنسبه لفريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه. كالعاده طبعا فطار صباحي، وجبه غداء 2 ظهرا، محاضره فنيه اخيره في فندق الاقامه اللي اكد عليها بشكل كبير جدا مستر ريني فالر. النهارده ان شاء الله باذن الله يكون يوم الحسم، عارفين النهارده طبعا النادي الاهلي عايز نقطتين فقط عشان يتوج باللقب 42 والخامس على التوالي في مسيره النادي الاهلي في حصد بطولات الدوري العام، لكن النهارده ان شاء الله باذن الله عايزين اداء مع النتيجه، ده اللي بيتمناه كل جمهور النادي الاهلي. اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا، كل اللعيبه النهارده اجتمعت يعني في فترات متفرقه جدا على مدار اليوم اكدت على اهميه المباراه. لابد ان احنا النهارده يكون بدايتنا في المباراه موفقه، ننهي المباراه سريعا. نادي الاتحاد السكندري يملك عناصر مميزه جدا، ايضا كمان يملك مدير فني على كان اكثر من رائع كابتن طلعت يوسف، يعني اقدر اقول لك المباراه فنيا هتكون صعبه جدا على الفريقين، لكن ثقتنا كبيره جدا في كل لعيبه النادي الاهلي. مستر ريني فايلر باذن الله النهارده يكون موفق في اختيار التشكيل، تعليماته ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تنفذها بشكل كبير جدا في هذه المباراه. والنهارده باذن الله املنا كبير جدا يكون يوم فرحه يوم سعاده، ده اللي بينتظره كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كل الامور وكل الظروف تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي. النهارده كمان طاقم التحكيم باذن الله يكون موافق في اداره المباراه على راسهم طبعا الكابتن ابراهيم نور الدين، تحسين ابو السادات، شهاب راشد، ومحمد العدوي، ومحمد سلامه، ومبروك نبيل حكام الفار طبعا. ان شاء الله يا كابتن ايمن باذن الله باذن الله كل الامور تكون موفقه ومبارك لبعض. ودعواتك بقى كابتن ايمن ودعوات كل نجوم الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي، النهارده ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يستطيع ان يحصل على اللقب رقم 42 في مسيره النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ايمن. يا رب التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. من كريم احمد هنروح لزميلي محمد توفيق، واكيد اجواء فرحه الكل في النادي الاهلي بالجزيره منتظرين التتويج باللقب. محمد توفيق قول لي الاجواء عندك اخبارها ايه؟ مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، معاك من هنا من النادي الاهلي بالجزيره.
انتظارا لبدء مباراه الاهلي والاتحاد، واللي بننتظر كلنا ان شاء الله تحقيق النادي الاهلي للفوز وتحقيق الثلاث نقاط والوصول للنقطه 74 والحصول على لقب الدوري الثاني والاربعين. يمكن اجواء هنا اكثر من رائعه، مع كل دقيقه بنقرب لموعد انطلاق المباراه الاعضاء بتزيد، اقبال غير عادي من اعضاء النادي الاهلي هنا في فرع الجزيره اللي بينتظروا ان شاء الله فوز النادي الاهلي والتتويج باللقب والاحتفال هنا من داخل المقر النادي الاهلي بالجزيره، او زي ما نقول المقر الدائم لبطوله الدوري العام. يمكن الاعضاء هنا حريصين، لو حضرتك شايف الشاشه من ورايا، يتابعوا الاستوديو التحليلي الخاص بقناه النادي الاهلي، ويمكن بوجه الشكر لحضرتك واعضاء الاستوديو التحليلي، وان شاء الله نفرح كلنا سواء هنا من النادي الاهلي بالجزيره او معاك في الاستوديو يا كابتن ايمن بعد انتهاء المباراه. يمكن الاداره التنفيذيه النهارده كمان كان لها دور كبير في النادي الاهلي هنا فرع الجزيره، اجراءات احترازيه بدءا من دخول الابواب، اجراءات التعقيم، قياس درجه الحراره، الالتزام باجراءات الاحترازيه في ظل جائحه كورونا، وان شاء الله يكون يعني في ظل كل الاجواء دي يكون في فرحه كبيره ان شاء الله نفرحها كلنا من هنا من المقر الرئيسي اللي زي ما بنقول هو المقر الدائم لبطوله الدوري العام. دي الاجواء هنا كابتن ايمن. باذن الله التوفيق والنصر للنادي الاهلي، ونفرح في كل حته ان شاء الله، وجمهور النادي الاهلي يفرح من كل حته. من توفيق هنروح لمريم سميح من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، وتقول لنا الاستعدادات هناك ازاي، وايه الاخبار وايه اخبار الاعضاء هناك. بجدد التحية طبعا على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وبرحب طبعا بحضرتك كابتن أيمن. طبعا يعني الأجواء مفرحة ولكن معاها حالة من الترقب الشديد، لأن هي طبعا هنا كل الأعضاء أطلقوا على المباراة، مباراة الحسم أو مباراة التتويج إن شاء الله بدوري طبعا القلعة الحمراء يتم تتويجها ببطولة الدوري 42. يمكن احنا هنا طبعا بحدثك طبعا يا كابتن أيمن من أمام الشاشة الرئيسية أو الشاشة العملاقة الموجودة بالمنطقة الاستثمارية بجوار حديقة الطفل. طبعا أجواء كلها حماس، وطبعا ساعة مع ساعة مع اقتراب المباراة طبعا اللي هتبدأ في 8:30، يمكن في إقبال شديد من الأعضاء، ولكن طبعا مع يعني التزام تام من الأعضاء اللي ساعدوا القائمين على النادي أو على الفرع الأهلي بمدينة نصر بشكل كبير في أن يكون في تباعد بين المقاعد، وكمان يكون في ارتداء للكمامة طبعا لمواجهة فيروس كورونا. كمان في حالة شديدة من التفاؤل، يمكن في كمان يعني حالة من الترقب برضو. عايزين نقول ان في حالة من الحماس شديدة جدا ما بين الاعضاء، في احاديث جانبية، كل الناس عمالة تتجمع هنا امام الشاشة، وطبعا احنا هنكون معاكم على مدار اليوم، لان طبعا الاعضاء معتمدين اعتماد تام على فريق النادي الاهلي ان هو يعني يكون او يفوز باللقب ال 42 علشان نحتفل معاهم هنا من فرعهم طبعا بمدينه نصر. عوده الى الاستوديو مره اخرى، بشكرك جدا يا كابتن ايمن. بشكر الزملاء الاعزاء كريم احمد ومحمد توفيق ومريم سميح، ونطلع نستقبل ضيوفنا الكرام، ضيوف الاستوديو التحليلي، ولكن بعد الفاصل. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار نجوم الاستوديو التحليلي النهارده، كابتننا الكبير كابتن علاء ميهوب منورنا النهارده. الله يخليك يا كابتن. وكابتن محمد يوسف عملاق التحليل منورنا حبيبي النهارده. اهلا بيك كابتن ايمن، اهلا بيك. كابتننا الجميل كابتن عادل مصطفى منورنا يا كابتن عادل. حبيبي يا كابتن، نورك. المعجزه كابتن هاني العجيزي منورنا النهارده. ربنا يخليك يا كابتن ايمن، توفيق ان شاء الله. توفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله. ويمكن هو موسم طويل قوي، شاق جدا، كان مليء يمكن بحاجات كتير جدا حصلت. يمكن الموسم احنا بنلعب فيه بقالنا سنه وشويه، وعدينا كل البطولات، في بطولات بدات واحنا لسه شغالين في الموسم بتاعنا. كابتن علاء، النهارده حسم اللقب بعد موسم شاق، موسم صعب، موسم مليء بكلام كتير جدا، موسم مليء براحات كتير جدا، وموسم مليء بشائعات واقاويل كثيره جدا، ولكن النادي الاهلي اكبر من الجميع. هو موسم طبعا مش طبيعي في الكره المصريه كلها ايمن، واكيد على النادي الاهلي، لكن لو بص بدايه الموسم المتصدر هو النادي الاهلي، الى ان شاء الله النهارده يحسم اللقب رسمي. يعني هي مساله وقت، وكلنا متفقين في الاستوديو من فتره كبيره ان هي مساله وقت والنادي الاهلي يحسم لقب الدوري ان شاء الله، لكن هو موسم مش طبيعي على الكل، وكل موسم فيه كلام كتير جدا، ودايما لما بتتكلم مين اللي هيلفت نظر غير البطل؟ صحيح. البطل هو النادي الاهلي، هو الوحيد اللي دايما اي حاجه صغيره بتحاول تكبر، اي مشكله، اي حاجه بتحصل تحاول تكبرها، لكن هو النادي الاهلي طول عمره كده.
عارف ان دايما هو المتصدر المنظر، فهو عايز دايما الناس اشمعنا النادي الاهلي، عايز تحصل مشاكل. لكن من يوم ما وعينا على الكوره ودخلنا النادي الاهلي دايما مشاكلنا جوه النادي بتتحل جوه النادي، مش حد بيحس بحاجه خالص، حتى لو بعض المشاكل بتخرج لكن ما بتخرجش بالطريقه اللي الناس متخيلها. هو ده 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 سمه البطل، سمه النادي الاهلي. النادي اللي عايز يبقى كبير قوي زي النادي الاهلي باسمه بنجومه ببطولاته بجماهيره الجميله الكبيره في كل مكان، هو ده لازم يعرف ان زي ما هو نادي كبير وكله بطولات، فيه على الجانب الاخر في زي ما بيقولوا لازم حاجات بتبقى مقابل، المقابل ان انت تحافظ على استقرار ناديك، استقرار فرقتك. طبعا فريق الكوره دايما فريق الكوره هو المتصدر للمشهد في كل حاجه من زمان جدا، فريق الكوره هو اللي الناس كلها باصه عليه، كل حاجه دايما تحس ان الاساس النادي الاهلي فريق الكوره، هو فريق الكوره الناس كلها بتبقى تركز معاه. لكن اداره حكيمه جدا، الناس قافله على نفسها كويس قوي، مركزين في هدف واحد دايما. لعيبه النادي الاهلي وادارته وجهازه دايما بيفكروا احنا ما لناش دعوه بحاجه خالص بره، احنا عندنا ملعب، عندنا بطوله عنا عليها، يحسب البطوله دي بيفرح بالكتير يوم، يبدا يبص على البطوله الثانيه. هو ده النادي الاهلي يا ايمن، ده النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي كبير كبير دايما، بطولاته كتيره الحمد لله، مش نادي خد بطوله واثنين وراح راكن، لا 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 لا. النادي الاهلي موضوع البطولات ده بياخد بطوله خلاص الحمد لله، اللعيبه تفرح، انت عندك بطوله تانية، يعني انت بتكسب بطوله مفيش، يعني تلاقي تاني يوم طب يا جماعه عشان احنا عندنا بنركز في بطوله تانية. فدي ده هو النادي الاهلي برجالته بلاعيبته بجماهيره، وان شاء الله دايما هيفضل النادي الاهلي دايما كده في قمه وبعيد كل البعد على كل المنافسين عنده باذن الله ربنا ان شاء الله. كابتن محمد، يمكن انا قلت في الانترو ان النادي الاهلي اتهاجم كتير واتكلموا عنه كتير، ودايما النادي الاهلي يعني ما بيردش، تعودنا كده من زمان جدا، من زمان تلاقي شائعات وتلاقي كلام من اول موسم لحد اخر الموسم، ومع ذلك النادي الاهلي بيبقى رده في الملعب. تعودنا كمان من لعيبه النادي الاهلي على مدار العصور كلها ان لما بيكون في لحظه حسم حتى وان كانت عندك اكتر من فرصه، انما لحظه الحسم المناسبه لعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيبقى ليهم الرد في الوقت ده. مظبوط، يعني مظبوط. هو يعني زي ما قال الكابتن علاء، وبضيف ان النادي الاهلي متعود على الهجوم، متعود ان دايما يعني ان الناس بتحاول انها تطلع اشاعات، ماده طبعا قويه جدا في الميديا عموما، اي مؤسسه اعلاميه عايزه تعمل اخبار وتبيع وتشتغل بتتناول اخبار النادي الاهلي وبتغطي اخبار النادي الاهلي. النادي الاهلي اتعود على ان طبعا بيطلع عليه اشاعات كتيره، وده ضريبه البطل، ده ضريبه النادي اللي بيبقى لعيبته ابطال ومجلس ادارته ابطال، ويعني كل ما يتعلق بما هو مثلا بيشتغل في النادي الاهلي او متولي مسؤوليه النادي الاهلي، فمتعود على هذا الموضوع. النقطه اللي انا عايز اقولها ان دايما النادي الاهلي رده ما بيكونش في الاعلام، هتلاقي مسؤول النادي الاهلي دايما ما بيردوش، فالرد بيبقى من خلال البطولات، الرد بيبقى من خلال الماتشات، من خلال الفوز بالثلاث نقاط، من خلال ان انت بترجع اقوى من ما كنت، لما بتحصل حتى دروب في بطوله الماء او في مباراه او اي مناسبه، لكن بيرجع اقوى من الاول، بيرجع بأداء أحسن، بشكل أحسن، بتقديم أحسن، مظهر أحسن، كل الحاجات دي متعود عليها النادي الأهلي. لابد طبعا دي ضريبة البطل، ويعني دايما احنا كلاعيبة سابقين وكلنا كباتن لعبنا ومثلنا النادي الأهلي عارفين كويس قوي ان اي فرقة بتلعب النادي الأهلي يعني مش عايز اقول لك اللي مصاب بيخف، واللي مثلا في خناقات مثلا مع المدرب ولا حاجه كل الامور بتتصلح وكل الامور بتتلم عشان نلعب قدام النادي الاهلي، ويبقى واللعيبه كمان يعني غير الاجهزه الفنيه والمدربين بيحطوا مباراه النادي الاهلي دي مباراه عايز اقول يعني ركلام ليهم ودعايه ليهم جامده، برضو اللعيبه نفس الكلام، لانه مباراه قدام بطل وقدام فريق بطوله وقدام لعيبه معظمهم بيلعب منتخب مصر ولعيبه دوليين، فده قدر النادي الاهلي. ولكن دايما النادي الاهلي بيرد بالرد المناسب اللي هو متعود عليه، وهو الفوز بالبطولات والفوز بالمباريات وتقديم عرض. خلي بالك النادي الاهلي كمان يعني حته مهمه جدا، في انديه تانية كابتن ايمن لما بيكسب الثلاث نقاط
خلاص يقول لك ما انا كسبت تاتل. لكن النادي الاهلي جمهوره ما بيحبش المكسب بس، بيحب المكسب والاداء. يعني حتى في فترات كتيره جدا لما كان الفريق يكسب بس يقول لك ايه، لا احنا مش مبسوطين من الاهلي، الاهلي ماله، الاهلي ماله، الاهلي مش في حالته الطبيعيه رغم انه بيكسب ومتصدر. بيحب الاداء والبطوله، بس الاداء والفوز. حاجه في محمد في النقطه دي، يعني من خلال مشاهدتنا لماتشات الاهلي والنتائج النادي الاهلي على مدار التاريخ، في بعض الاحيان انت بتبقى عايز تكسبه بس. يعني في البطولات الحاسمه مثلا، انت فرد تلعب بطوله او عندك ماتش زي بتاع النهارده وعايز تكسب فيه، انا من وجهه نظري انا يهمني النتيجه الاول قبل طبعا الاداء. بص يا كابتن، في اوقات النتيجه هي اللي بتلعب الدور الحاسم، وزي ما انت بتقول نهائي، نهائي كاس، نهائي دوري، نهائي بطوله افريقيا، الحاجات دي كلها يهمك فيها. كان بتكلم على عده ماتشات، يعني لما الاهلي يقعد مثلا كذا ماتش مش بيأدي الاداء اللي الجمهور بيحبه فبيبداوا يتكلموا رغم ان انت بتكسب الماتشات دي. فهي دي بس الحته اللي انا كنت قصدي اوضحها. لكن طبعا في مباريات النتيجه اهم من الاداء بكتير، لان انت النهارده مثلا بتلعب نهائي افريقي او نهائي دوري او نهائي كاس او سوبر، مباراه سوبر مثلا، والاداء بتاعك زي مباراه الزمالك اللي احنا خسرناها في السوبر. احنا كاداء كان افضل من النادي الاهلي، واضعنا فرص اكتر من النادي الاهلي، لكن في اكتر من الزمالك اسف. لكن لما وصلنا ضربات الجزاء ما كناش موفقين، اليو بادجي ما كانش موفق واهدر ضربه جزاء وضاعت البطوله. وخلي بالك ده كمان في ماتش الدوري، يعني لو جينا بالارقام هنلاقي النادي الاهلي كان افضل وفي ماتش الدوري. لكن انا اللي عايز اقوله ايه، ان ماتش السوبر ضاع منك بطوله. ماتش الدوري انت خسرت، بس ان شاء الله النهارده تتوج الفوز ان شاء الله الدوري لرقم 42، وده مفخره. يعني فعلا الواحد فخور جدا ان شاء الله. بس نبقى نتكلم بقى بعد الاستوديو وبعد المباراه يا رب في في, في في كم او عدد الدوريات دي وعدد الدوريات المتتاليه. صحيح. المتتاليه، لان دي حاجه تستحق الدراسه بصراحه. صحيح يا كابتن عادل، البطوله كانت صعبه برغم الفوارق الكبيره في الارقام، انما تحس ان البطوله صعبه جدا. النادي الاهلي عانى كتير جدا، عانى كتير من الكلام يعني ومن اختلاق المشاكل، ولكن يمكن اداره النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، حتى وان كان جمهور النادي الاهلي غايب، ولكن كان ليه دور ان شاء الله في حسم البطوله النهارده باذن الله. طبعا ان شاء الله، يعني النهارده بقى يوم الحسم. بس انا يعني انا مختلف مع حضرتك شويه في ان البطوله كانت صعبه بمعطيات كتيره. هنبداها واحده واحده، هنتكلم في ثلاث نقط. اول حاجه ان الحرب اللي موجوده على النادي الاهلي ده طبيعي، لان طبيعي ان مفيش حد بيحارب واحد في الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع. طبيعي لما تيجي تحارب هتحارب اللي سابق، اللي تحت هو اللي بيحارب، مش فيش حد سابق وبيناجح بيحارب حد، وده في كل المجالات مش في الكوره بس. الحاجه الثانيه المدرب تقييم المدرب كلها نتائج، المدرب نتيجه. انت النهارده بتيجي تقيم المدرب الموجود معاك، بتشوف نتائجه ايه وبتقيمه بشكل كويس. وكمان لما يكون المدرب ده عمل معاك اداء كويس، فدي حاجه تانية تحسب له. اوريدي هو كان موجود وعمل نتائج كويسه باداء كويس، وجت ظروف يعني ظروف قهريه حصلت ورجع تاني النادي الاهلي يلعب ماتشاته، والامور ما كانتش ماشيه بالشكل اللي احنا كنا متعودين عليه قبل الكورونا. وخد بالك احنا اكتر مكان بنوجه انتقادات فنيه، والناس كلها عارفه كده، احنا اكتر مكان بنوجه انتقادات فنيه جوه الملعب. صحيح. للنادي الاهلي. صحيح. وبنتكلم فير جدا وكل حاجه، عشان احنا عارفين قيمه المكان وعايزين المستوى الاعلى. احنا بنفكر في حاجه تانية غير الدوري. مزبوط. عشان برضو ومش بقصف جبهات، ده طبيعي. انت الفرق بينك وبين المنافس اقرب ليك بعيد جدا، فبالتالي عايز تاخد بطوله، ولكن مش هو ده الهدف. الناس التانية هدفها ان انت بتعطلك جوه ده وتعطلك في الهدف التاني اللي انت بتفكر فيه. وخلينا منطقيين ان التعطيل كله مش في بطوله الدوري، الهدف كله في التعطيل هو افريقيا. على فكره الناس بتحاربك عشان افريقيا مش عشان الدوري، هو مش فارقه معاك. انت النهارده هاجل، بكره مش هاجل، النهارده هلعب، بكره مش هلعب، مش عشان الدوري، هو عشان يبوظ لك افريقيا، عشان تبقى انت داخل افريقيا نفسيا محبط او انت مش في احسن حاجه. دي حاجه. الحاجه الثالثه بقى اللي احنا يعني الناس كلها مش واخده بالها منها، لما تيجي بعد الكورونا الناس كلها عمال تنتقد الاهلي، والاهلي مش في مكان كويس. الاهلي بطل الدوري بعد الكورونا برده. صح. الفارق النقط، الزمالك لعب 10 مباريات، انا بتكلم على الزمالك مش عشان هو المنافس الاقرب واحد للنادي الاهلي اللي في المركز الثاني. مظبوط. الزمالك لعب 10 ماتشات خسر منهم 9 نقط، النادي الاهلي لعب 9 ماتشات خسر منهم 5 نقط، ولسه عنده مباراه النهارده.
لو لا قدر الله خسرها هيبقى فرق 8 نقط، معنى كده برضو ان هو بطل الدوري بعد الكورونا. ولو كسب النهارده المباراه هتلاقي ان الفرق برضو بعد الكورونا هتلاقي فرق للنادي الاهلي الفرق الاربع نقط بينه وبين المنافس التقليدي ليه. فالناس عماله تتكلم في حتت، وبرضو مش يعني هنشوف ان احنا عنينا مش جايبه ان الاهلي كويس، متفقين في ماتشات الاهلي ما كانش كويس فيها صحيح. بس وحتى الاهلي مش هو وهو مش كويس الفرق بينه وبين المنافس ليه اربع نقط مظبوط، والمنافس ليه ومباراه المنافس كمان انت كسبتها يعني أي. يعني كمان المنافس كسب المباراه المباشره اللي بينك وبينه أي. فانت متخيل ان انت بتتكلم بعد الكورونا، انت بعد الكورونا أي. انا بس نفسي يجيبوا لنا الاحصائيات دي عشان ياكدوها. لا هو صحيح فعلا كده بس صحيح. فاحنا عاملين الناس عماله برضو تتكلم في حته ومش واخدين بالهم منها. الاهلي البطل الدوري بعد الكورونا، اقل فرقه خسرانه نقاط. الاهلي خسر من الزمالك وتعادل مباراه الانتاج مظبوط، الزمالك اتعادل مع مصر وخسر من المقاولين وخسر وتعادل مع الاتحاد وتعادل مع سموحه مزبوط. خسر 9 نقط مزبوط. فبالتالي احنا برضو عاملين روحنا الحته طب انت بتقيم على اساس ايه الاداء كل انديه مصر ما بتاديش بالاداء اللي هو كان اللي معهوده ليها قبل كده، بل بالعكس النادي الاهلي اخر مباراتين بيادي بشكل مقارب الى ما قبل الكورونا مزبوط. نتائج ورقه وقلم اللي هو بتاعه المدرب وبتاعه الاداره وبتاعه المحللين، لا الاهلي الاول. يعني انت لو جيت حسبت كل النقط دي هتلاقي ان الاهلي الاول. فانا شايف ان احنا يعني احنا اكتر ناس هنا بنحلل، مش بنقول لك بنحلل صح بس بننتقد صح، بننتقد الحاجات اللي احنا شايفينها. ولكن في الاساس لا، انت احنا بطل الدوري برضو، الاهلي بطل الدوري بعد الكورونا. ويا ريت ينزلوا لنا لو الاحصائيات دي موجوده، يا ريت ينزلوها لنا على الشاشه عشان برضو الناس تبقى مرتاحه وهي بتتفرج. لا هي الناس اكيد مرتاحه بس لا الناس مرتاحه اكيد بس انت تطرقت لنقطه الارقام. ما هي ارقام مظبوط صح. ولو طرقنا لنقطه الارقام يمكن من بدايه الدوري لحد ما وقفنا النادي الاهلي برضو متفوق، عشان وبعد الكورونا برضو متفوق. انا اتكلمت بعد الكورونا عشان الناس قالت ان الاهلي اوريدي هو حاسم من قبل الكورونا والاهلي وقع ماتشات بعد الكورونا فشالته شويه، شالت ده من ده شويه اللي هو ايه عوضت له اللي قبل الكورونا عوض اللي بعد الكورونا صحيح. لا ده اللي هو بعد الكورونا اصلا صحيح. هو كسبان برضو صحيح صحيح. كابتن هاني الارقام زي ما قال الكابتن عادل، الارقام كلها مش عايز اقول المنافس زي ما قال الكابتن عادل، لكن الارقام بتاعه النادي الاهلي في حته وارقام بقيه الفرق في حته تانية خالص، وده اللي هنشوفه النهارده كمان في حسم البطوله. برغم من ان النادي الاهلي بقى زي بقى بقيه الرياضات، انت لسه ليك 7 فرص كمان ولكن قادر ان انت تحسمها النهارده. طبعا يا كابتن، طبعا احنا عايزين النهارده طبعا بنشيد النهارده بالفرقه وبنشيد بالاداء بعد الكورونا خاصه، لان معظم الفرق كلها لو جيت اتفرج كابتن ايمن على الدوري بعد الكورونا هتلاقي في فرق كتير جدا مستواها نزل، وفي ناس كتير جدا مستواها يعني مش زي قبل الكورونا. فدي حاجه تحسب بالراجل مستر فايرال بصراحه، ان هو الراجل كان متصدر زي ما كابتن عادل قال قبل الكورونا، وبعد الكورونا برضو فضل الراجل محافظ على فرقته ومحافظ على المركز بتاعه. وحتى زي ما اتكلمنا وقلنا ان الراجل يعني حتى الاقرب منافس ليك برضو ما يعني انت بتتكلم في 17 بونت يا كابتن ايمن او 20 بونت، حتى الراجل ما عرفش يقرب منك يعني صحيح. حتى بعد كورونا برضو ما عرفش يقرب، ولا قبل كورونا ولا بعد كورونا. فانا شايف ان الراجل بصراحه مستر فايرال يعني يستاهل ان احنا نشيد بيه السنه دي. الراجل عامل موسم مميز جدا. طبعا مش عايزين نتكلم على الشائعات طبعا، وحضرتك اتكلمت في الانترو من اول الكلام وقلت ان في النادي الاهلي في ظل المشاكل وفي ظل الصراعات اللي بتحصل وفي ظل الكلام الكتير اللي على السوشيال ميديا اللي اول مره بنمر بيه بصراحه بالكميه الكبيره دي او بالهمجيه اللي موجوده على السوشيال ميديا دي، لكن النادي الاهلي في ظل الغيابات برضو اللي موجوده في الفرقه وفي ظل الناس اللي يعني الناس اللي مشيت من النادي، انت برضو عندك عناصر يا كابتن ايمن، عندك احمد فتحي، رمضان صبحي، عندك حسام عاشور، ناس كانوا قوام اساسي للفريق. وفي ظل الحاجات دي كلها الراجل يعني النادي الاهلي ما تاثرش باي حاجه. وحتى لو مستر الفيرال مشي النادي الاهلي عمره ما يتاثر باي حد ان هو يمشي من النادي، لان النادي الاهلي طبعا معودنا ان هو دايما رقم واحد واي حد بعد كده يجي بعد النادي الاهلي. فانا طبعا اتكلمت عن مستر الفيرال، انا عايز بس اتكلم على الاحصائيه بتاعته. الراجل لعب 26 ماتش، كسب 23 ماتش، خسر هزيمه واحده من نادي الزمالك وتعادل ماتشين. لو جيت تحسب اي لو جيت تبص على اي نتائج لاي فرقه ثانيه مش هتوصل ل 70% او 75% من النتائج اللي الراجل عملها. فطبعا احنا لازم نشكر الناس النهارده اللي كانت موجوده، المنظومه كلها لازم نشكرها. مش عايز طبعا اسبق الاحداث، لكن يعني النادي الاهلي
يعني شبه حاسم البطوله من الدور الاول، لكن احنا كعادتنا لعيبه الكوره او مدربين او محللين لازم كل حاجه بتحسبها بالورقه والقلم. فطبعا النهارده باذن الله، يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ان النهارده ان النادي الاهلي يعمل مباراه كويسه كبيره تليق ببطل الدوري، وترجع برضو الفرحه اللي غايبه عن الناس. يعني مش هقول غايبه، لكن فعلا في ناس كتير قوي مش فرحانه يا كابتن ايمن. لا عايز اقول لك حاجه يا كابتن ايمن في الموضوع ده، في ناس اتاثرت شويه بالكلام اللي بيتقال الحقيقه، ولكن زي ما قال الكابتن عادل لو بصينا الارقام قبل وبعد، لا طبعا الاهلي فيه تميز عن الناس كلها. اكيد، ما ده اللي احنا بنقوله يا كابتن ايمن، فعلا الناس فعلا من كتر الكلام على السوشيال ميديا ومن كتر الرغي كتير فعلا الناس بتتاثر، لان ناس كتير قوي بتتاثر بالسوشيال ميديا، وده مش في الكوره بس، ده في كل حاجه. يعني السوشيال ميديا دلوقتي بقت عباره عن يعني حاجه الناس بتستخدمها مش بطريقه كويسه، بتستخدمها بطريقه سلبيه. فطبعا انا عايز اقول للناس ان يا جماعه ده الطبيعي ان النادي الاهلي ياخد الدوري، ده ما فيش، احنا بقالنا يعني النهارده الدوري ال 42، فان شاء الله باذن الله لازم الناس تركز في افريقيا. احنا النادي الاهلي زي ما عادل قال احنا بنركز في افريقيا، يعني البطوله الاساسيه لينا افريقيا. احنا كده كده الدوري بيتحسم، يعني معظم لو جيت تبص على معظم الدوريات اللي النادي الاهلي خدها بيحسمها قبلها ب 10 اسابيع ب 6 اسابيع، وبنركز بنقفل الصفحه. يعني انا مش شايف احتفالات، مش شايف الناس مبسوطه، لان ده الطبيعي ان النادي الاهلي. لكن انت لو جيت تبص يا كابتن ايمن في مكان تاني هتلاقي فيه افراحوا الاهلي ملاح مثلا، حاجه زي كده. ده حقيقه، ما بتحصلش الا كل 20 سنه مره يعني. صحيح. فطبعا النهارده باذن الله تكمل على خير ان شاء الله، والنادي الاهلي يعمل مباراه كويسه، والناس كلها لازم تفرح باللي حصل النهارده ان شاء الله باذن الله حبيبي. قبل ما نتكلم على تشكيل النادي الاهلي اللي لسه جاي لنا دلوقتي، هنتكلم على نتائج مباريات الاسبوع 27 اللي بدات امس بفوز الزمالك على الانتاج الحربي 1-0، والنهارده كان في حرس الحدود والنادي المصري كسب 2-1، ونادي اسوان بيتقدم على طنطا 3-0. تشكيل النادي الاهلي كابتن علاء: الشناوي، هاني، رامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، اثنين في الوسط حمدي فتحي، هاليو ديانج، دمهم اثنين احمد الشيخ، اجايه، وقدام مروان محسن وبادجي. ماتشات الاهلي والاتحاد يا كابتن علاء دايما بتتسم بالنديه والاثاره، ويمكن بتبقى من الماتشات الصعبه، يعني حتى وان كان نادي الاتحاد المباراتين الاخرانيين ما كانش ظاهر بنفس المستوى اللي ظهر بيه من بدايه الموسم حتى قبل المباراتين الاخرين، ولكن الظروف برضو بتاعت ماتشات الاهلي والاتحاد ليها يعني حالات خاصه. هو مش نادي الاتحاد بس يا ايمن، اي فريق بيلعب نادي الاهلي تلاقي كل الناس خلاص متكاتفه وكله مركز، حتى على المستوى الجماعي، على مستوى المدرب الفني، على مستوى اللعيبه، كل واحد عايز يظهر باحلى مظهر مباراه الاهلي. مباراه الاهلي زي ما بقول لك دايما بتبقى زي ايه، عارف، فاترينا كده، كل واحد بيعرض فيها نفسه، خصوصا اللعيبه نفسها عايز تعمل مباراه كبيره قدام النادي الاهلي. نادي الاتحاد انا معاك ان هو بقى له مباراتين مش هو نادي الاتحاد، لكن كان قبل المباراتين دول كان ماشي بخطه ثابته مع كابتن طلعت. طول عمر مباراه الاهلي والاتحاد ليها طابع خاص، اذا كان في اسكندريه اذا كان هنا في القاهره. نادي الاتحاد من الانديه الجماهيريه الكبيره قوي، وما شاء الله تاريخ طويل جدا، عشان كده دايما المباراه بتبقى مش عايز اقول صعبه، لكن بتبقى الناس كلها مهتمه قوي بماتش الاهلي والاتحاد، الناس كلها مركزه، خصوصا النهارده مباراه حسم، مش حاسس ان البطوله في خطر والكلام ده، لا، البطوله منتهيه تماما الحمد لله من فتره كمان. لكن انا عايز اقول النهارده مباراه النادي الاهلي عايز يبقى يحسم مباراه النهارده بشكل حلو كمان، يعني الشكل كمان مهم قوي النهارده، تحسم مباراه بشكل حلو والناس تبقى مبسوطه وفرحانه. مباراه مش سهله، لان اكيد كابتن طلعت عارف لعيبه النادي الاهلي وعارف كل نجوم النادي الاهلي. الطريقه كابتن طلعت راجل ملتزم جدا، خصوصا في الملعب، حته دفاعيه عنده بتبقى مركز فيها كويس قوي، بيعتمد على الهجمات المرتده وعلى بعض لعيبته زي خالد قمر وكده. لكن المباراه لما بتبص لها ايمن قبل اللقاء كلها على الورق، لكن دايما انا بقول حاجه، انك لما بتبدا في الملعب الشكل هو اللي بيبان انت شكلك ايه النهارده في الملعب. النهارده مستر فايلر معتمد 4-4-2، واضح ان دي بقى تبقى الطريقه المعتمده مع مستر فايلر. سيبك من شكل راسين الحربه، يعني مباراه الاسماعيلي كان اثنين راس حربه بس، كان واحد وواحد. أيوة. كان دايما في واحد تحت اللي هو اجايه، بس خلي بالك كان في منهم لعيب كوره اجايه. ما انا عارف، ما انا هقول لك، هو دايما النهارده اثنين شبه واحد، مروان وبج. مباراه سابقه لا، كان اجايه تحت شويه وكان بج راس حربه، لكن الشكل العام يا ايمن 4-4-2 هي اعتمدت تماما. أيوة. ما اعتقدش ان هو مستر فايلر هيبقى فيها تغيير، لان هو بيعتمد على راس الحربه الثاني،
الثاني لو بيفكر كده يبقى لازم مش شبه بعض. يعني انا المباراه السابقه ممكن ماشي واحد واحد لان اللعيب الثاني هو جايب بيقدر ينزل بيتحرك بقى عنده حريه حركه في نص الملعب ودايما مش مراقب لو هو بيفكر في كده. مظبوط. راس الحربه الثانيه يا ايمن مش مراقب، انا ممكن اخلي بادجي راس حربه اللي هو تسعه مراقب خلاص راس حربه رسمي، لكن اللعيب الثاني المحور اللي تحتيه ده لازم يبقى لعيب مختلف شويه على اللي جنبه. يعني مباراه الاسماعيلي كانت نوعا ما كان الشكل احسن لان اثنين مش شبه واحد، النهارده الاثنين شبه واحد ومعتمد النهارده على اجايه في الاطراف هو واحمد الشيخ بيقدم مستويات كويسه احمد الشيخ وبتمنى ان شاء الله يرجع لمستواه الطبيعي، لكن مش عايز اقول بقى هو بي بي بيفكر او بي بي مثلا بيعمل حاجه عشان فريق الوداد يركز في، لا واضح ان مستر فايدر اقتنع بالطريقه دي مع اللعيبه مع المجموعه اللي معاه دي. التغيير كله قام لو انت ملاحظ كل التغييرات او كل التشكيلات بتاعت المباراه السابقه في الاثنين راس حربه شكلهم ايه؟ هل اثنين زي بعض زي النهارده ولا واحد وواحد وبيسيب حريه للثاني؟ هو ده الشكل اللي بيحدده اللي شكل اثنين راس حربه. عايز اتكلم على البدلاء النادي الاهلي النهارده، هيبقى كهربا، وليد سليمان، سوليا، محمد مجدي قفشه، محمود وحيد، احمد فتحي، جيرالدو، عربي بدر، والاول مره ابن نجمنا الكبير احمد شوبير مصطفى شوبير لحراسه المرمى. هنرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار في الاستوديو التحليلي ولكن بعد الفاصل. اتلعب على طول ودي كره معديه وجول جول 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 جول. الاهلي يواجه زعيم الثغر باحثا عن النقطه 74. سيكون عشاق المارد الاحمر على موعد جديد مع المتعه عندما يعود الأهلي للمستطيل الأخضر لمداعبة الساحرة المستديرة مساء اليوم مع نظيره الاتحاد السكندري باستاد برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز، وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من جماهير الأهلاوية في مصر والعالم العربي لحسم درع الدوري رسميا، حيث يرغب المارد الأحمر في الفوز بلقاء الليلة من أجل إعلان التتويج بدرع الدوري، وهو ما جعل فايلر يتحدث مع لاعبيه عقب مواجهة الإسماعيلي مطالبا إياهم بعدم النظر لنتائج الفرق الأخرى وضرورة الفوز على الاتحاد السكندري من أجل إسعاد الجماهير، لا سيما أن منافس الليلة فريق عنيد ويمتلك الحلول الفردية ويقدم عروضا جيدة أمام الفرق الكبيرة. يدخل الأهلي مباراة الليلة محققا العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الانتصارات المتتالية، فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز في 23 وتعادل في 2 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأحمر 63 هدفا واستقبل 8 أهداف، ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوما ودفاعا بين أندية الدوري متربعا على القمة برصيد 71 نقطة. أما الاتحاد السكندري فيخوض لقاء اليوم وهو في المركز الخامس برصيد 36 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها في المسابقة، حيث فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا. ويتسلح ريني فايلر المدير الفني للأهلي بالأوراق التي حسمت مباريات كثيرة في الفترة الأخيرة، أبرزها أليو باجي ووليد سليمان وأفشا وأحمد الشيخ وعلي معلول وديانج وحمدي فتحي ومحمد الشناوي ومروان محسن. وفي المقابل يدخل طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد مباراة الليلة واضعا نصب عينيه قوة المارد الأحمر وانتصاراته الأخيرة، لكن المدرب المحنك لزعيم الثغر حاول تجهيز لاعبيه معنويا بشكل جيد للمباراة من خلال المحاضرات النظرية والتدريبات المكثفة ودراسة الأهلي وتحفيظ كل لاعب لمهامه في اللقاء المرتقب. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. فروقات كبيره جدا بين النادي الاهلي والنادي الاتحاد بالارقام، وهنقول ثاني تشكيل نادي الاهلي النهارده: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، اثنين في القلب حمدي فتحي، اليو ديانج، قدامهم جونيور اجاييه واحمد الشيخ، واثنين قدام مروان محسن واليو باجي. مره ثانيه:
محمد الشناوي لحراسة المرمى، ناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال علي معلول، اثنين في القلب رامي ربيعة، أيمن أشرف، واثنين في النص حمدي فتحي، أليو ديانج، قدامهم على الأطراف جونيور أجاييه وأحمد الشيخ، واثنين رؤوس حربة مروان محسن وأليو باجي. كابتن محمد، احنا هنبص للأساسيين بس معلش نظرة كده على البدلاء، ممكن تلاحظ حاجة من البدلاء متهيألي؟ البدلاء يعني في وجهة نظري الدكة مغطية كل المراكز، يعني أنا حتى باستثناء الاستوبارات بس يعني ياسر إبراهيم هيبقى مفيش بديل أصلاً، يعني مفيش بديل، يعني محمد هاني عندك، أحمد فتحي موجود، علي معلول، في محمود وحيد موجود، حمدي فتحي وألي ديانج عندك، السلية وعندك عربي بدر، أيوه جونيور أجاييه عندك موجود، جيرالدو وأحمد الشيخ في برضو قفشة، يعني قصدي جيرالدو ممكن كمان، لا سوري جيرالدو ممكن يقعد للاثنين، يقعد لجونيور أجاييه ويقعد لأحمد الشيخ، في وليد سليمان ممكن برضو يشتغل ناحية اليمين، ممكن يشتغل 10، قفشة ممكن يشتغل 10، أيوه مروان وأليو باجي طبعا الاثنين روس حربة هما الاثنين بيلعبوا. التشكيل اللي انا شايفه بالنسبه للبدلاء يمكن غياب برضو وجود مصطفى الشوبير، لا يعني لاول مره، لا مش لاول مره، هو قبل كده كان قاعد معانا مباراه الحرس لاسارتي، مباراه الحرس في الحرس، مباراه الحرس في الحرس اعتقد، ايوه صح، لا انا متهيألي اول مره السنه دي، لا لا السنه ده ممكن السنه فاتت مباراه الحرس، السنه اللي فاتت قعد معانا مباراه، ايوه بس المره دي اول موسم ليه، اول مره وبيغيب علي لطفي. طب هو ممكن يا كابتن بعد اذنك، يعني هل ممكن يكون الراجل مش حاطط ياسر ولكن معتمد ان احمد فتحي ممكن يلعب في الحته دي، حمدي فتحي ممكن يلعب في الحته دي، وينزل مثلا السوليه، محمد هاني يا كابتن بيلعب، ممكن محمد هاني يخش، احمد فتحي ممكن برضو في بعض الاوقات لعب في الحته دي، وحمدي فتحي برضو ممكن ينزل، بس يعني يوسف معنى اصلا بس ثالثهم، يعني ثالثهم حمدي فتحي، بس طبعا لما بيكون معاك سرد باك اللي هو الاساسي، لكن هو لو احنا دايما لو اضطريت، يعني هل الغياب مثلا لسبب اصابه او حاجه ولا كده، فدي حاجه برضو ايه ممكن نعرف. نيجي بقى للتشكيل، هو بيلعب بجونيور أجاييه النهارده، حاطط جونيور أجاييه واحمد الشيخ، دي حاجه يعني انا شايف ان هيتعمل جبهتين كويسين جدا. زي ما قلنا في استديوهات كتيره جونيور أجاييه بيجيد اللعب مع علي معلول، بيعملوا جبهه كويسه جدا دفاعيا وهجوميا الاثنين، وفي نفس الوقت كمان جونيور بعدلته عشان هو بيخش على جوه الملعب، فبيزودنا كمان لو علي معلول في حاله تقدمه كويس. جونيور أجاييه بيخش 10 تحت مين؟ صح. تحت أليو باجي وتحت علي مروان محسن، فدي بتعمل مثلث على المرمى، بالاضافه طبعا لاحمد الشيخ من الناحيه العكسيه. فانت عندك كل مره لو علي معلول كمل او محمد هاني كمل، انت عندك على الاقل اربع لعيبه، بالاضافه ان حاجه نحيي عليها بصراحه فايلر، من ساعه ما جه بيطلب دايما من الديفندرات، ودي حاجه يمكن اللي خليته ما يلجاش لحسام عاشور بشكل اساسي، ان هو دايما عنده الاثنين ديفندرات سواء حمدي او اليو ديانج او السولية لازم يكون على الكوس، ان ما كانش جوه البوكس كمان. مزبوط. يعني ما كانش جوه البوكس يبقى ممكن على الكوس عشان الريباوند او الكره الثانيه يقدر ايه يلمها او يشوط او يعني يتابع الهجمه، يتابع الهجمه. ففي حاله الهجوم لما بنوصل عن طريق علي معلول ومحمد هاني، بيبقى عندك الاثنين ديفندرين بتوعنا، واحد مستني في نص الملعب ده اللي بيبقى مأمن عشان المرتده، وواحد تاني عشان يتابع الهجمه اللي هو بيبقى على الكوز. احمد الشيخ بطبيعته ان هو بيخش للداخل، فبيقدر يشتغل جوه كويس، زي ما قال الكابتن علاء ان هو في مسيرته او في خطواته انه يستعيد مستواه، فالنهارده هو بيديله عشان يكمل المسيره دي. محمد هاني بيشتغل برده في الحته دي، يعني اعتقد ان احمد الشيخ لازم بس يهتم بالحته الدفاعيه مع محمد هاني. ليه؟ لما تيجي النهارده صابر رحيل اهم ما يميزه، هو طبعا بقى له فتره بعيد عن المباريات، صح، اللي بيلعب على طول سيد سالم، لكن صبري الحته الهجوميه، حته التقدم، حته ان هو بيطلع وبيعمل كروسات، فلازم احمد الشيخ يشتغل معاه عشان هاني اساسا عنده لعيب كويس جدا. يعني هاني النهارده ممكن يبقى عنده يا احمد رفعت او رزاق سيسي، الاثنين لعيبه دريبلر، الاثنين لعيبه سريعه، الاثنين لعيبه بيحطوا الكره تحت رجليهم وعندهم الجرأه ان هم يروحوا. يعني في لعيبه كابتن بتخاف انها تروح واحد ضد واحد، لكن
احمد رفعت ورزاق بيحط كره تحت رجليهم صراع وبيقدروا يروحوا واحد ضد واحد، ممكن يخش لجوه ممكن يطلع لبره. وبالمناسبه احنا عندنا تشكيل نادي الاتحاد بالمره نتكلم فيه. محمود الزنفولي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين محمود شعبان، ناحيه الشمال صبري رحيل، اثنين في القلب محمود رزق واسلام شعبان. وعايز اقول لك حاجه، دي نقطه ضعف كبيره جدا لنادي الاتحاد، خط الدفاع دوت قدامهم عمرو الميداني ومروان عطيه وكريم الدين، بيلعب 4-3-2-1. قدامهم احمد رفعت، رزاق سيسي، خالد قمر، وده الثلاثي ده بلغه الكوره 3 غلسين طبعا. يعني طبعًا بصراحه مصدر خطوره. ويمكن اللي فارق مع الثلاثه دول ان هم مش واضحين قوي او مش باينين قوي نتائج الفرقه واخطاء خط الظهر. هو بص انا هكمل كلام يا كابتن، دايما كابتن طلعت في الماتشات الكبيره دايما بيلعب بثلاثه. يعني ماتشات اهلي، زمالك، بيراميدز، الانديه اللي هي متقدمه عنه وعارف انها انديه كبيره، بيلعب على طول بثلاثه في وسط الملعب. وثلاثه يعني مروان كريم الدين يمكن كورته بيقدر يكمل، لكن عنده جهد وافر جدا في الحته الدفاعيه، بيضغط بيجري، عنده معدلات جري عاليه جدا. فهي الحته دي عشان نص ملعب النادي الاهلي. التشكيل ده مش اضطراري شويه اللي في نص الملعب ده بتاع الاتحاد؟ ممكن. هو عنده هشام، هو عنده هشام برضه. لا حصل مشكله، حصل مشكله دول مش نص الملعب اللي معتمد عليهم كابتن طلعت. ما لعبش الماتش، بس في ناس قاعده تلعب، في ناس قاعده تلعب. عنده احمد نبيل مانجا كابتن اصاب، اصاب الماتش اللي ماشي ماشي. لكن لو معلش يا يوسف، لكن هو نص الملعب ده مش هو اللي يلعب. انا حاسس ان هو يعني ما هو اضطر. او انت عندك معلومه؟ لو عندك المعلومه اقولها. والله لما عندي مش عارف. انا قريت ان تم استبعاد نور من المعسكر. نور السيد من المعسكر عمل مشكله مش كده؟ بس لا ما اعرفش ايه سبب المشكله، بس هم كتبوا استبعاده يمكن في يعني النهارده يمكن من المعسكر. مش عارف ايه السبب. عندك معلومه يعني؟ الراجل ده عندك معلومه انت؟ الراجل ده من اسكندريه. زي من اسكندريه لسه جاي النهارده. ما تقول اللي عندك يعني. بقول لك احنا عايزين نخلص. انت لو تقولي من بدري هقول. احنا اسفين يعني، اتفضل. لا يا كابتن، هو امبارح نور عمل اجتماع مع 5 لعيبه بدون علم الكابتن طلعت. اليوم طلبات يعني ولا ايه؟ بس الكلام ده اكيد عشان برضه لا أكيد ما تروحش الحته. ممكن لا تخلص على لعيب يعني. لا أكيد عشان دي حاجات برضه ممكن تخلص على لعيبه خالص. الناس كلها اتكلمت في الموضوع، نزلت على السوشيال ميديا كلها. طب وهل حد من 5 لعيبه مستبعد؟ نور. لا غير نور. لا تقريبا اللي انا عرفت ان هو خد قرار ان في بقيه اللعيبه هتتوقف لاخر الموسم بعد ماتش الاهلي. ده بس ده مش اكيد عشان برضه يعني، بس ده اللي انا عارفه. كمل يا يوسف. كمل يوسف. نور بره الماتش. كمل يا يوسف. نور السيد بره الماتش. بس انا بقول على ان دايما كابتن طلعت الماتشات الكبيره بيلعب بثلاثه في وسط الملعب. فالنهارده لجأ لعمر الميداني رغم ان هو دايما بيشركه فيه حته المساك. النهارده بيحطه قدام الديفنس، قدام اسلام شعبان ومحمود رزق. مظبوط. مروان عطيه وكريم الديب، الثلاثه دول هيعملوا معدلات ضغط وجري كتيره جدا على اساس ان هم يوقفوا بناء الهجمات من عند حمدي ومن اليو ديانجو. بس غير كده طبعا الحته الهجوميه بتاعت نادي الاتحاد انا شايف ان لازم يكون في تركيز وتغطيه جيده جدا 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 من ايمن اشرف ومرابي ربيعه مع محمد هاني ومع علي معلول. الثلاثي ده ثلاثي سريع، عنده قدره تهديفيه عاليه جدا. الثلاثه بيعرفوا يجيبوا جوان، والثلاثه بيعرفوا يصنعوا اهداف كويس. بس كابتن عادل، احنا لو بصينا لتشكيل النادي الاهلي، وكابتن محمد يوسف قال حاجه، قال ان جونيور اجاي ممكن هو اللي يقوم بدور رقم 10 ويفتح السكه دي لعلي معلول كويس. انما انت دايما لما بنلعب بالاسلوب دوت او بالطريقه ديت بتقول ان الفرقه بتفتقد قفشه الوصله. بالظبط الوصله بين الخطوط. طيب الوصله دي هل ممكن يعملها حمدي فتحي؟ هل ممكن يعملها جونيور اجاي في عدم وجود محمد مجدي قفشه؟ لا، ما ينفعش حد من لعيبه نص ملعب يعملها، ان دي عايزه حد يكون شويه بيلعب بظهره شويه، يكون لما تكون في تمرير كتير من جاي من نص الملعب لازم يكون في حد شويه بيدخل يلعب بظهره، هيبقى ظهره للمرمى او بجنبه. لكن ان واحد من الاثنين ديفندر هو اللي يعملها، دي ممكن الاثنين ديفندر واحد منهم يكمل يبقى في زياده عدديه. لكن ان هو يعمل الربط ما بين
لعيبه نص الملعب وخط راس الحربه هيبقى صعب شويه. هو محتاج حد من الاثنين وينج ممكن يعملها. والطريقه دي ممكن تقلب وانت شغال بطريقه غير مباشره. وده شفناه الماتش المباراه اللي فاتت شويه. جيرالدو لعب من جوه كتير وقفشه برده كان بيلعب من جوه كتير. فهي بتقلب وانت بتهاجم بتقلب و4 2 2 2 يعني الديفندرين وقدامهم الاثنين الوينج بيلعبوا من جوه شويه بياخدوا مثلا 15 ياردة او 20 ياردة من عرض الملعب من خط التماس وبيدخلوا جوه الملعب شويه. فالحته دي بتعمل شويه خلل للفرق. والنهارده كمان مع فريق الاتحاد هتعمل خلل اكتر لان الاثنين الوينج اللي في فريق الاتحاد اللي هم اكتر اثنين مميزين هم اكتر حاجه نقطه ضعف في الاتحاد. فريق الاتحاد من احسن الفرق اللي بتعمل كاونتر اتاك كويس جدا حتى في التحضير وبيعملوا هجمات منظمه كويسه جدا. رزاق سيسي ورفعت من يعني لو جبت احصائياتهم هتلاقيهم من احسن الاجنحه اللي موجوده في الدوري هجوميا طبعا. لكن لو جيت دفاعيا هتلاقي فيه شويه فيها مشكله. فال4 2 2 2 دي ممكن لو الشيخ دخل جوه الملعب وجي دخل جوه الملعب هتعمل مشكله لان هيبقى صعب مراقبتهم. بمعنى ان لو الاثنين دول دخلوا جوه الملعب يا اما هتبقى مجبر يا اما الاثنين الباكين يدخلوا معاهم او واحد يعني اللي ناحيته الكوره هيدخل معاه فبالتالي الحته بتاعته تبقى فاضيه خالص. ورزاق سيسي ورفعت ما بيعرفوش يعملوا دي فبالتالي هتلاقي مساحه كبيره لعلي معلول ولهاني ان هم يشتغلوا فيها كويس. دي نقطه مهمه لفرقه الاتحاد وفي نفس الوقت هي نقطه ضعف ليهم. بالنسبه لنا احنا كمان هتبقى برده يعني نقطه القوه اللي عندنا ممكن تبقى نقطه ضعف برده لان الاثنين اجاييه والشيخ بيعرفوا يدافعوا كويس جدا فين والكره قدامهم. لكن لما الكره بتعدي الخط الاجنحه لما بتعدي التلت نص الملعب يعني التلت الوسطاني بتبقى فيها مشكله شويه وبانت في حتت كتير. حتى لما بيتواجدوا ما بيبقاش المردود بتاعهم عالي يعني حتى وهو متواجد يعني لو في 2 على 2 لا هيعمل لك مشكله شويه يعني هم لو متواجدين مش بقول ان هم متاخرين حتى وهم متواجدين النزعه الدفاعيه عندهم ضعيفه شويه. ففي ريسك في الفرقتين في الحته دي الحتتين دول فيهم ريسك. ونقطه تانية ان وانت بتلعب الطريقه دي هتلاقي بادجي كمان بينزل. هتلاقي بادجي لما بيلعب مع مروان في اتنين جنب بعض بتلاقي بادجي بينزل 10 15 متر بينزل نص الملعب كمان. وده مطلوب اللي هو عمله اجاييه بس لما تعمله باجاييه مختلف عن بادجي يعني اجاييه مختلف. اجاييه بيعرف يعمل دي بيعرف يلعب يعني لو بيلعب اتنين راس حربه منهم اجاييه يعرف يعملها كويس ان هو كنترول كويس. عملها الماتش اللي فات عملها كويس وعملها قبل كده هي امكانياته كده امكانياته تسمح له انه يعمل كده. لكن بادجي نزول اجاييه ونزول بادجي هياثر على الكثافه الهجوميه بالنسبه للنادي الاهلي مش هينزل. ما هو انت برضو لو بتعمل استحواذ انت طول الوقت هتلاقي المباراه فيها استحواذ كتير فيها المباراه هتلاقيها يعني اعتقد هيبقى في استحواذ وهتلاقي الاتحاد بيلعب في جزء صغير من الملعب ممكن تلاقيه بيلعب في 30 او 40 متر. فهتلاقي فرقه الاهلي في نص ملعب الاتحاد معظمها والاتحاد هيلعب على كاونتر اتاك اعتقد انه مش هيعملوا ضغط عالي او مش هيلعبوا من فوق فبالتالي هيبقى عندك بادجي نزوله مش هيبقى كتير قوي جونيور والشيخ هتلاقي الكره بتجيلهم كتير بس دي ريسكها في الهجمات المرتده. الاتحاد بيعمل هجمات مرتده كويسه جدا فدي نقطه مهمه جدا من الباك العكسي ونقطه مهمه جدا من الاثنين الديفندر لازم برده ما يعدوش كتير يعني لو في كرات عرضيه والناس كلها موجوده جوه ال 18 لازم يبقى واحد موجود قريب من ال 18 لو بيلعب بدماغه والتاني يبقى موجود ولازم برده ربيعه وايمن اشرف لازم يبقوا زقين طبعا زقين ما بقاش برده المسافات بعيده عن بعض. دي نقطه مهمه جدا ان واحنا بنهاجم هتلاقي كثافه عدديه كويسه بس الكاونتر اتاك هيعمل مشكله لفرقه الاهلي. بس خلي بالك فعلا يعني لان في سرعات عند احمد رفعت وعند هم مميزين من احسن فرق في الدوري بيعملوا الكاونتر اتاك. ممكن اقول كلمه؟ اتفضل يعني اتفضل وانا هقول برايي وانت تفضلوا فيها. هو مش ممكن طلعت النهارده يلعب بالشكل ده 4 1 4 1 4 1 ما هو 4 1 4 1 هو ساعات بيعمل من كده فعلا هو هيعملها كده عشان عمر الميداني ده مساك اساسا لما تلاقيه مساك زي ما كان يوسف بيتكلم دلوقتي هو قلقان من الحته اللي دايما قدام اثنين مساكين في الاتحاد فهو بيامنها بمساك ثالث لان عمر ميداني تقريبا ما لعبش خالص هنا يوسف خالص في المكان ده دايما هو بيلعبه لا يعني بيلعب دايما المكان ده بس هو على طول بيلعب مساك صح انا بتكلم ايه ان هو كانت طلعت اذا كابتن علاء ان هو ليبرو مقلوب يعني بالظبط يعني اربعه قدامهم ليبرو واحد واربعه وقدامهم خالد قمر هو زي ما كان عادي بيتكلم عادي بيتكلم في نقطه طبعا بيعتمد على النادي الاهلي الاطراف هو كل مدرب عامل حساب الاطراف بتاع الفريق الثاني لو الفريق بتطلع بس كانت طلعت عامل حاجه زياده ان هو مامن الاثنين المساكين كمان بمساك ثالث بس عايز اقول لك حاجه في النقطه دي يمكن الكابتن طلعت كان وجهه نظره
ان محمد مجدي قفشه هيلعب النهارده. مش هي مش مش هي مش مش هيلعب له ماني ايمن، هو وجهه نظره هو عايز حد يبقى مال الحته اللي دايما النادي الاهلي متفوق فيها، اللي هم الاثنين الدايما اثنين نص الملعب بيزيدوا زي ما كان يوسف بيتكلم، بيزيدوا على راس الحربه مش مستنيين. لا قول يا عادل. لا كمل اتفضل 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 والله. وممكن حته ثانيه ممكن كابتن طلعت يعملها وعملها في بعض الماتشات. بعض الماتشات بيدافع 4 4 1 1 يعني بيخلي رفعت اوريدي بيهاجم من الاطراف من ناحيه الجناح، بس هو بيدافع بيدخله نص ملعب عشان رفعت دفاعيا ما بيعرفش يرجع ده كويس، بيفقد جزء كبير جدا مجهوده في ده، فبيدخل رفعت نص الملعب فبيلعب 4 4 1 1 يخلي الواحد اللي تحت مين رزاز السيه. رزاز السيه لا, لا خالد قمر وتحتيه رفعت وتحتيه رفعت ما هو رفعت ما بيدافعش كويس على الاجنحه في الاجنحه ماشي. فممكن تلاقيها قلبت 4 4 1 1 بتلاقي رفعت دخل اخذ لعيب نص ملعب اللي هو رقم 6 وبتلاقي سيسي بيدافع ناحيه اليمين مثلا وكريم الديب بيدافع ناحيه الشمال وهتلاقي اثنين ديفندر وخالد قمر قدام ممكن هو كل واحد رفعت. كل واحد ايمن كل مدير فني يبقى راسم سيناريو. السيناريو اللي عامله كابتن طلعت النهارده واضح من التشكيل ده لعدم وجود مثلا واحد زي نور في نص الملعب، ان هو عايز واحد في نص الملعب اللي هو عمر ميدان يا هاني. أيوة. هو دفاعيا اكتر هو قلقان من الحته اللي بين نص الملعب وبين المساكين بتوع نادي الاتحاد، فهو عايز يقفلها كويس قوي. هو بيفكر في ايه؟ ممكن يلعب ثلاثه، ممكن كمان يلعب ثلاثه ممكن يلعبها. اصل بص يا ايمن، لما تلاقي لعيبه مدافعين كتير قوي كده في نص الملعب وفي واحد كمان متغير، كابتن طلعت مش مهتم قوي بالاستحواذ. بالظبط، انا لسه هقول لك. طب اديني قلتها لك. هو كده بقى هيحاول يلعب كور طويله ورا ديفنس النادي الاهلي لرزاق واحمد واحمد اللي هنتكلم عليها يوسف واتكلم عليها عادل، هما اتنين مقلقين جدا جدا ولازم تعمل حسابهم كويس قوي، وهو هيلعب على دي. لكن اهم من كل ده هو حته ان ازاي يقفل المساحات في نص الملعب على لعيبه النادي الاهلي، فهتلاقي كثافه عاديه في نص الملعب النهارده ومش بعيد زي ما عاد كان بيقول بيلعب ثلاثه. ممكن وارد. يعني هو هيسيب لك نص الملعب لحد دايره السنتر كده ولا خالد قمر، وبعدين هتلاقي الفرقه مرصوصه ورا خالد. لازم تتحرك تحركات النهارده من غير كوره لعيبه النادي الاهلي كتير جدا علشان يعني. فاهمني؟ مفيش مشكله. ما انا بالمناسبه الكلام دوت اللي قاله الكابتن علاء برده، كابتن طلعت طبعا اسلوب لعبه النهارده واضح جدا. بص يا ايمن، حتى الرسم البياني ده لا ده هو سمير. انا بقول لك 4-1. ما انا بقول لك يا بص صحيح عملها للكابتن علاء ميروق زي ما انا بقول لك. هي بص وضحت سمير بيغش مننا جدا. لا هي بالعكس، ده حاجه جميله والله. طبعا سمير ده مخرج كبير. لا هي حلوه عشان الكلام بتاعنا يبقى والناس برده ملاحظه ايمن، والناس برده شايفه على الشاشه. ممكن ده احتمال كبير على فكره دي التشكيله اللي عامل بيها. ممكن. زي ما بقول لك 4-1-4-1 اعتقد هي الاقرب. قول يا كابتن علاء برده زي ما قلت لحضرتك، ممكن عمر الميداني ده او عمر الميداني يلعب ليبرو قدام السردباكين في حاله الكره الهجوميه ليهم، وفي الحاله الدفاعيه ممكن يرجع كابتن يبقى بالظبط عادل معادل ثلاثه يلعب زي ما كان عايز يقول ثلاثه. في الحاله دي يا كابتن هاني، عدم وجود مجدي قفشه او عدم وجود رقم 10 يعني على الورق. هو طبعا الكابتن علاء قال هو وعادل ان ممكن جونيور جاي هو اللي يعملها كويس. عدم وجود مجدي قفشه ك 10 اساسي هيبقى ليه تاثير سلبي على مروان محسن واليو بادجي، وخصوصا ان احنا بنعتمد اعتماد كلي على الاطراف علي معلول ومحمد هاني. اكيد يا كابتن. بص، هو زي ما الكابتن علاء قال في اول الكلام ان الراجل فعلا خلاص هي دي التشكيله اللي هيلعب بيها او اللي خلاص يعني اللي هو ركز عليها. ده على فكره ده رابع ماتش او خامس ماتش نفس الطريقه ونفس الخطه ونفس مش هقول نفس التشكيل طبعا لان هو بيغير في التشكيل، لكن يعني واضح جدا ان هو خلاص هي دي اعتمدت الخطه دي، اعتمدت ان هو هيلعب بيها الفتره اللي جايه. ومش عايز اقول برده الوداد لان لسه قدامك حوالي شهر ان انت تحط خطه بديله لماتش الوداد. لكن طبعا حضرتك بتسالني على قفشه ان هو هياثر، اكيد طبعا هياثر، لان انت لو جيت يا كابتن ايمن تبص في الفتره اللي فاتت كل اهداف النادي الاهلي لما وليد سليمان بينزل، لما قفشه بينزل، بنفضل الشوط الاول او حتى 30 دقيقه من الشوط الاول يا كابتن علاء ان انت بتلعب طويل، وكمان الكور الطويله ما بتبقاش يعني. الماتش اللي فات بدات شويه ان محمد هاني بدا يظبط ناحيه اليمين، ناحيه الشمال علي معلول بدا يظبط شويه، فانت التشكيل ده انت كده بتلعب طويل. حته ان جايين ممكن يشتغلها شويه بس مش زي كفاءه قفشه، لان طبعا زي ما كلنا اتفقنا ان الخطه 4-3-2-1 فهي دي يعني الانسب للنادي الاهلي.
تمام هي دي الانسب. لكن التشكيل ده الراجل طبعا هو اكيد شايف ان هي اصلح في الفتره دي. طبعا الغيابات هنقول برده اتكلمنا في الغيابات واتكلمنا في 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 الناس اللي غايبه عن النادي الاهلي ممكن تكون هي مأثره على 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 الراجل على كلامه. طبعا برده حتى في الاستوديوهات في قصدي في المؤتمر الصحفي لما بيتكلم هو يعني بيلمح حاجه تعالى ان هو ايه يعني شبه مجبر ان هو عنده غيابات. بس خلي بالك الدكه فيها ناس تقيله. بدات الناس ترجع يعني كهربا برضه طبعا موجود وليد سليمان موجود وسليمان النهارده رجع محمود وحيد حتى موجود يعني جيراردو نفس الكلام موجود بره فعندك قفشه فعنده حلول فهو ما دام عندك حلول وبرضه بتلعب بنفس الخطه دي يا كابتن علاء يبقى انت الراجل خلاص فعلا اعتمد اعتمد بيها. لكن عايز اقول النهارده برضه ان النادي الاتحاد يا كابتن علاء في مشاكل يعني انا بجيب لك من الاخر ان في مشاكل في النادي الاتحاد حته وجودك في اسكندريه فرقه معاك قصدك مشاكل جوه الملعب ولا مشاكل فرقه معاك جدا يعني مش عايز اقول يعني هي حاجه شبه بين الكابتن طلعت وما بين مش عايز اقول شبه في مشاكل موجوده وده طبعا مأثر على النادي الاتحاد الفتره اللي فاتت. حتى الماتش اللي فات كان بيلعبوا اف سي مصر انا اتفرجت على الماتش نادي الاتحاد مش هو خالص نادي الاتحاد 2-0 ولعبوا 10 لعيبه واربع ضربات جزاء في المباراه كانت غريبه جدا. الاتحاد دي فعلا بقاله فتره متاثر بالمشاكل الموجوده ويعني حتى احنا النهارده شايفين في غيابات في نور النهارده طبعا نور لعب كويس جدا وهياثر النهارده في تشكيل النادي الاتحاد. في مانجا برده نفس الكلام مش موجود النهارده يعني احنا ما قلناش البدلاء بتوع نادي الاتحاد. بدلاء نادي الاتحاد عمرو خليل لحراسه المرمى ده اعتقد صغير في السن عمرو خليل ده لا مش صغير مش كده رقمه 23 دي يعني تحت فوق السن تمام سيد سالم لا قصدي ما بيلعبش تقريبا ممكن يبقى جون ثالث سيد سالم هشام محمد اسامة عزب احمد راشد عبد الغني محمد انيس سانتو وده كان في ليبيا بين انيس سالتو دوت ولسه جاي مروان نجار واحمد حجي. كابتن محمد تفتكر بالتشكيله بتاعت النادي الاهلي دي ممكن نشوف تغيير في الملعب كالعاده زي ما الراجل بيفاجئنا في الدقيقه 30 الدقيقه 35 لو الامور ما مشيتش من جوه الملعب جوه الملعب لا يعني ليه بقى لان انت ما عندكش قفشه موجود و حاطط جونيور ومروان واليو باجي الثلاثه في الملعب فالحته اللي احنا كنا بنقولها قبل كده لما بيبقى جونيور راس حربه ما هي دي اللي كان الكابتن علي اتكلم فيها ان الاثنين نوعيه واحده لكن صح. لما بيبقى جونيور واليو باجي نوعيتين مختلفين فبالتالي انت ممكن تلعب اثنين وممكن اثناء المباراه زي ما قلت في الدقيقه 30 او منزل جونيور واجيب قفشه احطه 10 فاهم قصدي والعب باحمد الشيخ ناحيه اليمين وممكن يعمل كده في الشوط الاولاني او جيرالدو نعم ممكن يعمل كده الشوط الاولاني ممكن ما حصلت وغير في الدقيقه 30 لما في الووتر في الووتر بريك غير ورجعهم تاني ولعب ب 4-2-3-1 وكابتن ايمن قصدك ان التغيير من بره الملعب بره الملعب لا يوسف كابتن ايمن قصده من بره الملعب لا يوسف بيتكلم من جوه الملعب هو بيتكلم هو عنده اللعيبه لا انا بتكلم كده وقفشه موجود انا بتكلم قفشه قفشه لما بيبقى في الملعب وفي نفس الوقت ما يكونش الراسين حربه موجودين في الملعب لان خلاص هتودي جونيور اجيه فين ملوش غير انه يلعب تحت طرف قدام علي معلول ايوه بس هو انت بتتكلم على التغيير انا بتكلم على التغيير من جوه الملعب انما التغيير من بره الملعب ما اعتقدش فايلر من يوم ما جه غير حد في الشوط الاول غير لو مصاب يعني افتكروا كده معانا تغيير قفشه بس يعني انا هقول لك على حاجه مستر مانويل جوزيه كان بيغير ممكن يغير لك اول ربع ساعه او ساعه لو شاف حاجه تفرق معاه لو شاف حاجه لا مش مقتنع بيها مش مقتنع بيها ما بيستناش وكده ما بيستناش لا ما بيستناش فهنا احمد الشيخ وجونيور اجري الاثنين وهم موجودين مع مروان واليو باجي على الاقل هيكمل كده اول 45 دقيقه الا لو حصل اصابات او حاجه خلاص ده مجبر بقى لا دي حاجه تانية بس ممكن تبقى متغيره النهارده لان الاثنين اللي موجودين عندهم كوره يعني بيعرفوا يلعبوا من جوه شو كويس يعني الشيخ على عدلته ممكن يدخل يستلم كويس وجونيور على عدلته ممكن يدخل يستلم كويس غير وجود جيرالدو وحد تاني يعني جيرالدو كان بيبقى عامل لك مشكله شويه ان هو لما بيدخل ملعب مش احسن حاجه اوقات عادل كان بيلعب بجيرالدو قفشه فكان بيحط قفشه ناحيه اليمين وقفشه مش طرف مش عدلته قفشه مش لعيب طرف مش عدلته بس خلي بالك عادل جونيور هيسقط كتير في الحاله دي مش هيسقط هيدخل جوه الملعب جوه هيدخل جوه الملعب مش جوه الملعب وباجي هينزل ما انا فاهم جوه الملعب
لكن مش هينزل مش على الطرف ده, هيدخل جوه الملعب. مش على الطرف طبعا, بتكلم على جوه الملعب. انا فاهم ايمن, نزوله مش هيبقى, كان عادي بيتكلم عن نزوله يبقى جوه الملعب اللي هو يقدر يحل مشكله الزحمه اللي تبقى موجوده. مزبوط. بص ايمن, النهارده المباراه كده تخيلها, هتلاقي من بعد دايره السنتر في زحمه جامده جدا. ليه؟ كويس. انت من ناحيتك بتلعب اثنين راس حربه وشبه واحد زي ما اتفقنا, والنزول في حد ذاته مع بادجي مش مفيد. معنى كلامك دوت ان التغيير تقريبا الاقرب او الاول هيبقى على حساب واحد من راسين حربه. ده لو الامور ما مشيتش زي ما عايز, ممكن الامور تمشي اول 10 دقايق الامور كويسه وضاغط وممكن 1-0 وكده هيستمر بيها ويبقى التغيير الشوط الثاني. لكن كلامنا كله في الاستوديو هديك وشكل كابتن طلعت والتشكيل نادي الاتحاد, تخيل كده انك هتلاقي النهارده بعد دايره السنتر في كم لعيبه موجود من الفرقتين كتير جدا. احنا طب النادي الاهلي بيلعب باتنين راس حربه, فاتنين زحمه اوريدي, زحمه لان اتنين راس حربه على الاقل في ثلاثه غير عمر الميداني مستني, وفي اتنين على الطرف واتنين على الطرف اهلي واتحاد, فكميه اللعيبه موجوده في نص ملعب الاتحاد كبيره جدا. كويس. لو ما اتحركتش في نص الملعب كتير بدون كوره ولازم جونيور ينزل, لما بتفهم معاك في الحته دي الحلول هتبقى صعبه جدا. وبادجي ساعات بيستلم على الاطراف كويس, يعني شوف الاهداف اللي الاهلي سجلها من الكورتين بتوع الشناوي. بادجي بيروح ورا, يعني المسافه اللي ما بين المساك والباك بيروح يقف فيها في الكوره الطويله, فيها الكوره القطريه بياخدها كويس, ودي برده من ميزات بادجي. كويس. بس هو ناحيه اليمين بيشتغلها احسن من ناحيه الشمال. في حاجه كابتن ايمن برضو, ان الراجل كابتن علاء مفيش مباراه لعب اتنين سترايكر وفنش نفس الطريقه, لازم يغير, ما بيكملهاش, لازم يغير. هو بيلعب على 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 محور بطريقه معينه, اللي هي ايه؟ اللي هي باكات بتكمل محمد هاني وعلي معلول, كرات عرضيه, لو دي ما اشتغلتش بيروح يرجع لطريقته تاني ويلعب, يرجع بقى لطريقته. بس هو برضه كابتن لو معاه بديل ثالث فيرود صريح بره هتلاقيه مكمل بيه, ممكن مكمل بيه, لكن هو عشان ما عندوش, بس هيكمل بيها الاساسيين عادل, تسعه الاساسيين هو هيكمل بيها. قال الكابتن عليه هتبقى زحمه جدا النهارده. ليه بقى؟ راسين حربه معاهم السد باكين وباكات مغطيه, ثلاثه على الاقل, ثلاثه يوسف مش اثنين, وعمر ميداني كابتن طلعت حطه مساك. كابتن طلعت حطه النهارده مخصوص عشان الاثنين دول, عشان يعمل زياده عدديه في القلب. عشان طبعا عمر بيلعب كويس جدا بدماغه, محمود رزق بيلعب كويس جدا بدماغه, اسلام شعبان. وبص عشان الميزه بتاعت واضح ان كابتن طلعت يعني توقع تشكيل النادي الاهلي. انت فاهمني, هو توقع ان مستر فايلر هيلعب باثنين راس حربه ثابتين, عشان كده عمل الزحمه اللي هي قدام ال 18 باثنين مساكين ومحمود عمر ميداني. وممكن يكون شاف ماتش الحرس, ممكن اكيد شاف ممكن عادي. انا بقول بقى التركيبه, ان هو شاف ان الحرس لما كان بيلعب بثلاثه كانت الامور شويه فيها توازن, كانت صعبه هيئه النادي الاهلي, كان صعب. انا عشان كده بقول الامور كانت صعبه شويه دفاعيا لفرقه الحرس, وكان فيها شويه اديت مجهود في التفكير لعيبه الاهلي جوه الملعب. طب انا هقول لكم حاجه كمان, احنا ممكن نلاقي عمرو الميداني دوت داخل ضامن جوه مع اسلام شعبان ومحمود رزق. ممكن ممكن يلعب ثلاثه هو. ايوه بص يا ايمن, وجود عمر الميداني ده كويس, هو خلاص حله الوحيد زي ما قلنا, يا اما قدام اثنين مساكين, يا اما هتلاقيه في حاله دفاعيه بقى ثلاثه زي ما كانوش بيتكلم دلوقتي, يعمل لك ثلاثه ورا في اثنين راس حربه ويلعب زي الحرس ثلاثه ويكون معاه كرة. عمر ميدان ده بيسقط يبقى زي كده يروح راجع ثاني 4-1 دايما. مزبوط. 4-1 مزبوط. ويبدا يشتغل عليها. ايه اللي يعمله النادي الاهلي قدام الكثافه العدديه دي في الدفاع؟ دفاعيا قدام نادي الاتحاد هجوميه لا صحيح, بتقولي في الدفاع ودفاع نادي الاتحاد والاتحاد, نادي الاتحاد بيدافع يعني. لا لازم يبقى الجونيور والشيخ ليهم دور كبير, لازم جونيور والشيخ يبقى ليهم دور كبير, ولازم يكون في عرضيات كتير. طالما عندي اثنين راس حربه لازم اشتغل عرضيات كتير, لازم اشوف استخدم اللي عندي. طالما انا بلعب الشوط ده باثنين راس حربه يبقى لازم عندي عرضيات كتير. وخد بالك وانت بتدافع في صوره لعيبه نادي الاتحاد عليها مؤمن زكريا. جميله, بيدعموا مؤمن زكريا, ويعني موقف محترم من لعيبه نادي الاتحاد فعلا. طبعا, ويعني وده اللي احنا بنتكلم فيه, هي دي الرياضه فعلا. احنا بنرجع كل الناس في الاخر, في الاول وفي الاخر, وقت الوفاه وقت المرض وقت كل حاجه, الناس كلها بترجع لاصلها الطبيعي, ان الناس كلها تبقى يعني حبة لبعضها. العنصر الحاجه الطيبه بتطلع من اللعيبه ومن المحترم فعلا, نشكر عليه لعيبه نادي الاتحاد فعلا. كمل يا كابتن عادل. بس فلازم استغل ده, طالما بلعب باثنين راس حربه يبقى لازم اشتغل عرضيات كتير على حسب برضو. وفرقه الاتحاد الاجنحه عندها مشكله دفاعيه, فبالتالي هتلاقي صح. هتلاقي حته
هتلاقي حد وانت بتشتغل في العرضيات هتلاقي في واحد فاضي. يعني حتى لو هاني بيعمل عرضيات هتلاقي الشيخ موجود لو متواجد معاه، هتلاقي في 2 على 1 موقف ده ممكن يتكرر كتير. فالعرضيات ممكن تثمر، يعني تثمر بحاجه كويسه النهارده في البدايه. كمان ايه هنشوف اجوال الشوط الاولاني؟ اعتقد ان في اجوال الشوط الاولاني. كابتن محمد انا مش عايز اتوقع يعني يطلع غلط، بس انا لا مش هيحصل حاجه، ما مفيش حاجه، جوائز مفيش جوائز ولا في حاجه، مفيش خصومات، فعيش خصومات كده اساس الشوط الاولاني لا هيبقى مقفول، هيبقى الجيم مقفول. انا معاك كابتن علاء، انا محمد والله من غير ما يحصل حاجه، حتى لو ما حصلش اللي هيحصل مشكله، كلنا مع ربنا. المباراه دي هتفتح بدري، انا حاسس المباراه دي هتفتح بدري، تفتح بدري بجول، هتفتح بجول بدري، وهيبقى في احساس ان المباراه فيها اهداف كتير. باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي، وباذن الله نرجع بعد الشوط الاولاني. انت ما قلتناش احساسك انت، احساسك ايه صحيح؟ الاهلي واحساسي ان شاء الله الاهلي هيفوز في الشوط الاولاني. اوكي يعني الماتش هيخلص الشوط الاول. We'll be right back.